السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات العيادة وموضوع طبي مهم. من أكبر الأعضاء في جسم الإنسان هو الجلد. دي معلومة مهمة جدا جدا، والأمراض الجلدية من الأمراض اللي بتترك أثر عميق جدا على نفسية العيان والناس المحيطين به، لأنه فرق الأمراض الجلدية من الأمراض التانية إنها بتكون ظاهرة جدا للعيان. يعني زول لو مريض بسكري بضغط لا قدر الله بكل الأمراض التانية دي بتكون داخليا ما ظاهرة للناس إلا زول يتكلم بها، لكن الأمراض الجلدية بتكون ظاهرة جدا، فدي بتخلي عن كثير من العيانين أثر عميق، خصوصا الأمراض المزمنة اللي بتاخد زمن طويل زي الحساسيات المزمنة وزي الصدفية وغيره. الأمراض الجلدية أمراض مهمة جدا. الليلة الباب مفتوح لكل تساؤلاتكم عن الأمراض الجلدية، والحلقة طبعا مخصصة لمرض الصدفية، ويعني حددت منظمة الصحة العالمية 29 أكتوبر من كل عام إنه يكون اليوم العالمي للتوعية بمرض الصدفية. كثير مننا أحد أسمع عارف الصدفية، هل هي مرض معدي ما مرض معدي، الصدفية فرقه من الإكزيما شنو، فرقه من الأمراض التانية حقت الجلدية شنو. الليل هننوركم كثير عن المرض الصدفية إن شاء الله، وأنا سعيدة جدا إنه أستاذي وهو دكتور معروف في عالم الجلدية دكتور صافي الدين النور استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر. دكتور صافي الدين يعمل بمركز مركز الاستشارات الجلدية شرق سينما كلوزيوم، وأيضا متواجد في مستشفى الهيثم ومستشفى علياء. مرحب بك دكتور صافي الدين النور، منور البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحب دكتور إيمان، شرف عظيم جدا أنه أكون في ضيافتكم في قناة الشروق، وخاصة مع تلميذة النجيبة دكتور إيمان، وهي يعني غنية عن التعريف وبدت من الآخر زي ما بقوله. شكرا يا وصل، احنا استفدنا منكم جدا، ونحن واسوا المشاهدين كمان. وباب الأسئلة بكرر مفتوح لكل الدارين، اسألوا دكتور صافي الدين النور عن مختلف الأمراض الجلدية، وكثير من الأمراض الجلدية بيزيد انتشارها في فصل الشتاء، وإحنا على أبواب فصل الشتاء الصدفية. طيب يا دكتور، احنا كثير من الناس سامعة بين الصدفية وخصص لها يوم عالمي 29 اكتوبر كمان، ده يدل على أهمية الصدفية. احنا دايرين نبذة كده او تاريخ عن الصدفية، دي هي مرض قديم جديد، هي شنو بالضبط؟ مرض الصدفية طبعا هي بتمثل يعني اكبر مثال للامراض الجلدية، وما لا يذكر امراض جلدية لا يذكر الصدفية، وتقريبا الصدفية بتعادل كل الامراض الجلدية لانها بتمثل فيها يعني صور عديدة لامراض عديدة. هي مرض مزمن اولا، مرض وهي مرض غير معدي، ده شيء مهم جدا جدا. و يعني المرض الصدفية تطورات كبيرة جدا، يعني بحيث انه يمكن يعادل السرطانات في كثير جدا من من انه هو مرض خطير ممكن يقعد المريض، بيؤدي لتشوهات في المفاصل وفي الجلد وفي الجسم، مصحوب بمضاعفات كبيره جدا جدا الان، خاصه مع تغير حياه الانسان وطبيعته، يعني مع السكر انه مضاعفات كبيره جدا، مع المفاصل تداخله مع امراض اخرى. وجود الصدفيه مع بعض الاورام والسرطانات، في ارتباط كبير جدا من الصدفيه بعض السرطانات. يعني الصدفيه تقريبا فيها يعني فيها شغل كبير جدا، وفي تطور يعني غريب. نعم. من دي الناحية يعني يمكن نبذة قصيرة عن الصدفية. مرض الصدفية. من ناحية تاريخية، الصدفية من أقدم الأمراض اللي عرفت على وجه يعني من العصور الوسطى أو قبل العصور الوسطى، يعني يمكن من 1300 قبل الميلاد المرض ده عرف، وكان في خلط كبير جدا بينه وبين الجزام. وكلمة الصدفية اللي هي بالإنجليزي سوريس أو باللاتين سورا، صورة دي معناها إتش أو يعني حك أو هرش. وتطور المرض، ولكن ظل لسنين طويلة ولقرون. يعني يمكن من 1000 بعد الميلاد لألف وأربعمية الصدفية، ودي في العصور الوسطى الصدفية يعني تصنف جزام. ومرضى الصدفية كان لازم عندهم يعني علامات، أول حاجة ممنوعين يتكلموا عن الناس مباشرة، ممنوعين يسلموا على الناس، ويمشوا في الطريق لازم زي مرضى الجزام يشيلوا جرس عشان ينبهوا الناس انهم يفتحوا لهم الطريق. أيوة. في يعني تاريخ الصدفية يعني خاطئة عن الصدفية في الزمن ذاك، يعني فيها يعني صور خاطئة كبيرة جدا. نحن يمكن الحتة دي نجيها في أثناء النقاش، لكن حتى الآن الصدفية بتمثل
يعني عيب صحي يعني هي ممرض، ما ممرض بس، هي شيء اجتماعي وهي شيء اقتصادي وهي شيء يعني صحي وشيء على مستوى الأسرة. يعني الصدفية ما مرض شخصي، ما زي مثلا أي حاجة. نعم. يعني حتى يمكن تكون في نواحي أكثر من السرطان، لأن مرض الصدفية ما كثير قاتلة، لكن بيدخل المريض بيعيش حياة طويلة وفي عذاب وفي يعني تعب. أيوة. شديد. الوصمة اللي بيعملها المجتمع للزول بتاع الصدفية دي برضه احنا هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب يا دكتور، اعتقادات خاطئة عن الصدفية في الزمن البعيد، وفي انه زول ده يعزلوه، في انه زول يعني بعدين احنا برضه دارين نعرف اذا كانت هي مرض من الامراض المعدية ولا لا، لكن اسف الاول احنا دارين نعرف انه مرض الصدفية ده يعني هل هو منتشر في السودان؟ يعني في السودان في حالات كثيرة للصدفية، لأنه في ناس بتفتكر إنه سيد الصدفية ده هو سيد الإكزيما وهو سيد الحكة العادية، يعني في لبس كده في الأمراض الجلدية متداخلة، والناس لسه ما قدرت تفرق بين كثير من الأمراض الجلدية حقيقة. يعني هو الصدفية طبعا مرض، هو مرض مزمن وغير معدي وموجود في كل أنحاء العالم بدرجات متفاوتة. يمكن نحن كوننا موجودين في بلاد يعني مشمسة يعني طول السنة ومتمتع بجو دافئ نسبيا، الصدفية أقل يعني خطورة يعني من أو أقل شدة من البلدان الباردة. نعم. أنا أذكر جيدا نحن أنا عديت سنتين في فترة هنا النيابة ومشيت القاهرة التخصص، لقيت الصدفية عالم تاني. ما كان عندنا حاجة هنا، الكلام ده 87 88، ما كان حالات يعني بتشوف حالات يعني بسيطة جدا وحالات خفيفة جدا جدا. نعم. لكن لما جيت القاهرة لقيت عنابر كاملة صدفية، مرضى بيرقدوا مستشفيات لسنين طويلة. يا سلام. ف يعني دي، لكن الآن الوضع يتغير. الآن أنا بقول إنه الصدفية في السودان زي الصدفية في أمريكا وفي أوروبا وفي الدول العربية، مصر وغيره وغيره. لا تقل في كل أنواع الصدفية بنشوفها. أيوة. وكل مخاطر الصدفية بنشوفها. ونحن طبعا بحد يعني يمكن من ناحية العناية والتشخيص والإمكانيات أقل، وبالتالي مرضى الصدفية في السودان بيعانوا أكثر من من غيرهم في البلدان الثانية. نعم أكيد. انتشار مع إمكانيات أقل فعلا معاناة للمريض يا دكتور. كثير من الناس بتحب تعرف أسباب الأمراض عشان تتجنبها. هل الصدفية أسباب محددة احنا نقدر نعرفها؟ هل هي انت قلت مرض ما معدي، طيب اسبابه شنو؟ الصدفية الان ثبت انه هي مرض جيني. يعني فيه مكون وراثي كبير جدا. ووجدوا انه يعني في حالات التوينز اللي هو التيمان يعني اذا كانوا مشابهين بنلقى 25% او يعني 25% تقريبا انهم لو واحد عنده الصدفية الثاني بيكون عنده، ولو كانوا غير متشابهين تقريبا في من 6 إلى 7% يعني بيكون عندهم الاثنين. نعم. يعني برضو إذا كان الأب والأم اللي هم الكونساجونيتي اللي هي القرابة من الدرجة الأولى والأولاد برضو هم عندهم صدفية، عندهم في نسبة 75% منه احتمال يكون عندهم يعني تجيهم صدفية وهكذا. نعم. فهي مرض وراثي. لكن في عوامل أخرى، يعني في عوامل أخرى اللي هي تمثل العوامل البيئية، يعني عوامل حالات مصحوبة حالات التهابية، في بعض الأدوية يسببها، يعني بتعرف بأنها هي ملتي فاكتور ديزيز أو مرض ذو عوامل عديدة، يعني ما شيء واحد. المورس شيء، لكن في عوامل أخرى ومسببات أخرى لها دور كبير جدا في الصدفية. في الصدفية. طيب إحنا معانا صور مصاحبة، لأنه كثير من الناس بتكون دار تعرف إنه الصدفية دي شكلها كيف، وإحنا بنتكلم عن ياتو مرض من الأمراض الجلدية. وزي ما قلنا إحنا حقيقة مقصرين في الإعلام عن إنه ما بندي الأمراض الجلدية حقها، يعني إحنا بنتكلم عن أمراض كثيرة وما تكلمنا عن الصدفية. في صور مختلفة للصدفية، في حالات حادة أكثر من كده. ممكن نمشي بالصور اللي قدام. أنا أشوف أي تعليقك على الدكتور على العيان ده، وصف للصدفية، عشان إحنا دايرين برضو نعرف يعني كيف بتكون، في شنو في الجسم يعني للزول بتاع الصدفية. هي من الصدفية، كلمة صدفية من صداف اللي هو يعني قشريات. هي مجموعة أمراض بتتشابه في إنها بتجي قشريات اساسا، يعني بيكون في قشور في الجسم. أيوة. او طبقات سميكه في الجسم، سمكه بيختلف من حسب درجتها. وبتكون فيها احمرار. نعم. وبعدين بتكون عميقه وفيها هي صور مختلفه، ما مرض واحد صدفيه، يعني حتى يمكن تكون امراض عديده. نعم. يعني لكن بتشترك في حاجات،
فلكن الشيء المعروف عنه انه بيكون في طفح جلدي واسع الانتشار او بدرجات متفاوته حسب شدتها. ايوه. وبينتشر في كل يعني ممكن يكون عام زي الحاله دي مثلا، هو دي جنرالايز او عام. ايوه. او يعني في يعني لو جينا يعني تشخيصه بنلقاه في صور عديده او يعني في انواعه عديد، منه الواسع الانتشار ومنه المحدود. المحدود. المحدود او اللوكلايز او بسموه يعني سبيشاليز فورمز اوف سوريز، اللي هي حيات محدوده، منها ممكن يكون في الراس بس، ممكن يكون في الاظافر فقط، ممكن يكون في الاعضاء التناسليه، وممكن يكون في المفاصل. نعم. هكذا. نعم. لكن الحاجة المحيرة في الصدفية دي زي ما انت ذكرت يا دكتور، انه عنده مثلا اماكن كتير او عنده صور سريرية مختلفة بيجيبها العيان للدكتور، ده بيدخل في لبس وخلط مع امراض كتيرة تانية، صح؟ يعني مثلا في ناس كتيرة بتفتكر انه والله الصدفية دي نوع من انواع الاكزيما لو كانت في اليدين وفي الرجلين. حتى بصراحة احنا نقول بصراحة اكتر دكتور صلاح الدين انه كتير، يعني احنا هنجي لحتة التشخيص دي ان شاء الله، لكن كتير من الدكاترة برضو بتكون في حالات بتاع الصدفية ممكن يتم تشخيصها انها مثلا اكزيما مزمنة او كده، صح؟ بيحصل كده. نعم. هي يعني طبعا الامراض الجلد، الامراض الجلديه طبعا كلها بتيجي بطفح او معظمها بتيجي بطفح، والطفح ده كثير جدا متشابه بالنسبه للشخص اللي ما عنده خبره كافيه يعني. لكن بالنسبه للطبيب الجلديه والمتخصص يعني المفروض يكون عنده يعني في حاجات دقيقه انت بتفرق بها بين الامراض. ودي يمكن انت كطبيبه جلديه يمكن بتعرفي هاو تو يعني كيف نفرق بين ده وده يعني. ودائما يعني نعم. يمكن سر طبعا التشخيص من الحياة المهمة، لكن يعني الصدفية في الغالب بتكون واضحة. واضحة. يعني أول حاجة لون القشور بنلقاها دائما سيلفر سكيلز، هي لونها أبيض فضي. فضي. في الغالب، لكن نعم. دي ما بتضر، ودي من الحياة اللي احنا فكرناها كناس لونها أسمر. ده يتعلق على برضه دكتور الصدفية. الحالة دي حالة بتاعت يعني صدفية فيها مركب في الأظافر. أيوة. وبعدين في المفاصل، دي صدفية المفاصل وجلد. نعم. يعني دي فيها ثلاثة نوع من الصدفية. يعني الأظافر الواحد واضح جدا أظافر. أيوة. وفي المفاصل وفي الجلد. نعم. يعني طبعا لما تلقى مرات المفاصل دي برضو داخلة في الموضوع، صح؟ أيوة. نعم. نعم. وأصلا الصدفية مرض بيصيب يعني الجلد والمفاصل. والمفاصل. نعم. دي حاجة مهمة جدا يعني هو لكن الآن في مور يعني في كلام أكتر إنه يعني هي الصدفية ما الجلد والمفاصل بس. أيوة. يعني هي بتصيب، هي سيستميك يعني هي مرض عام شامل. نعم نعم. وده آخر يمكن ال 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 عشان كده العلاج الشامل هو بيقى الماشي يعني. الماشي أكتر. نعم. نعم. طيب يا دكتور بالنسبة للألم، بالنسبة للحكة، هل هي من الحاجات الأساسية للصدفية يعني ولا مريض الصدفية مريض؟ يعني زمان احنا في التدريب بتاعنا بقولوا الصدفية is non itchy، لكن الكلام ده ما صحيح يعني. هو ما في حكة خالص. لا بالعكس كده. الصدفية فيها حكة. فيها حكة. فيها حكة. أيوة. والحكة قد تكون شديدة جدا وقد تكون هي السبب اللي بيجيبه المريض. لله. ومن ناحية تاريخية يعني أنا قلت كلمة صورة itch. نعم صح. حكة. ايوه. وده اسم الصدفيه ذاته اللي اسمه اللاتيني صوره الاتش. نعم. وبرضه ماشي مع اللي هو الجرب والجزام. فهي مرض فيه حكه. ايوه. بدرجات متفاوته طبعا يعني، ما هي الحكه ماشي الاساسي فيه، ولكن يعني كون الصدفيه از نون اتش دي بقت حاجه يعني كونها غير ما مصحوبه بحكه، دي بقت من الماضي يعني. ما نعم ما. نعم. في إعلاننا لمرض الصدفية وفي حلقتنا الليلة أنا جاتني كانت رسالة من أم محمد. أم محمد دي بتقول إنه هي لها زمن مشخصة إنه عندها صدفية في اليدين وفي الرجلين، وبتقول إنه زمن طويل هي بتاخد في العلاجات ما بين تحسن لما تسيب العلاجات تجيف وترجع تاني. يا ريت برضو تعلق لنا على حالتها دي وكيف بيتم العلاج في الحالات الزي دي. لو قدرت ترفع اجابتها لحته العلاج ما عندنا مشكله، لو قدرت تجاوب عليها هسه ما عندنا مشكله. طيب محمد. اول حاجه يعني يمكن التشخيص. التشخيص يعني نحن يعني اي تشخيص ما مصحوب بدليل. نعم. فيه شك للاتي. يعني امراض بتتغير باستمرار. نعم. يعني انا كثير جدا بعمل توثيق لحاله محدده بشوف الليله بعد اسبوع بيجيني حاجه ثانيه. نعم. فالتوثيق يعني يمكن لو في صور اوكي ده جميل جدا. نعم.
بالإضافة لأنه في حاجات كثيرة جدا بتجي ببالمو بلانتر أو يعني في الكفين وفي القدمين. نعم. في كمية كثيرة من أمراض جلدية وتفريقها صعب في الغالب. معلش دكتور أنا هقاطعك غير سؤال محمد عندنا علوية. السلام عليكم يا علوية. السلام عليكم. أهلا مرحب بيكي. الله يسلمك. مرحب بك ومرحب باتصالك دكتور صلاح الدين النور معك على التلفون تفضلي بسؤالك. الله يكرمك مرحب بكم وربنا يديكم العافية ويطول في عمرنا. الله يخليك. العزيمة اللي لاحقة. سعيد بك يا علوية تفضلي. يا دكتور كيف الحال؟ أهلا بك. تفضلي دكتور صلاح الدين معك. عندي حساسية والله في جسمي ده بتسحب لي طوال لما أكون حامل. لما تكوني حامل شكل الحساسية كيف يا علوية؟ جلوب دباع كده في حتات محددة من جسمي برضو يجيني المغص في المغص وأيام الحمل في حتة محددة من جسمك. نعم. في حتة محددة في جسمك والله في يدي كده في شنو يدي في يديني. طيب دكتور صلاح الدين عندي لك أسئلة تفضل يا أبو. هي عارضة ولا مستمرة الحكاية دي؟ يعني بتجي وتمشي ولا مستمرة ولا؟ لا لا بتجي بتمشي هو بس مع في الأوقات دي يعني بتعدي يوم يومين ثابتة ولا بتظهر ساعات وتختفي؟ مرات تعدي أسبوع 10 يوم. طبعا يعني يمكن يكون ارتباط الحساسية زي ما ذكرتي بالحمل ده في أمراض جلدية محددة بتظهر في الحمل. نعم. يعني دي يعني هي مربوطة بالحمل في كذا 4-5 أنواع من الأمراض. في وحدات بيجوا يعني طيلة فترة الحمل وفي واحدة بيجوا مبكر وواحدة بيجوا متأخر من وصل الحمل أو بيجوا متأخرين. ففي الحالة دي طبعا يعني كلمة يعني حديثك ما بوري التشخيص لكن بيشير لبعض الأشياء. يعني كونه مرتبط بالدورة الشهرية برضو له علاقة ببعض يمكن الهرمونات كده. نعم. أيوة نعم نعم. وبالتالي بيحتاج نشوفها يعني. أيوة. لو ظهرت الحالة دي نشوفها ممكن. نعم يا علوية عندك بطاقة إن شاء الله من الشروق لمقابلة دكتور صلاح الدين النور إذا حبيت تقابلي في ابن الهيثم أو مستشفى علياء أو سينما مركز الاستشارات الجلدية شرق سينما كلوزيوم. بطاقة مجانية من الشروق لمزيد من التشخيص لأنه صعب جدا أن الأمراض الجلدية تشخص بالسمع بس. العين مهم. شوف العين مهم عندنا. شكرا لاتصالك يا علوية وإن شاء الله تقابلي دكتور صلاح الدين النور. طيب دكتور نرجع أنت قلت وجود دليل نسيجي مدروس يدل إنه الحاجة دي صدفية أو غيرها ده هو الحاجة الأساسية. يعني أنتم يعني رغم الخبرات الطويلة وكده بتكونوا عارفين إنه دي صدفية لازم يتم أخذ عينة صح يا دكتور؟ ضروري جدا. العينة في الأمراض الجلدية بتمثل شيء أساسي. نعم. ما في أي غنى عنها. ما في يعني ما في يعني في حياة عملية مختبرية بسيطة غيره غيره لكن عينة الجلد هي المين ديتيرمنت يعني الشيء الأساسي في التشخيص. طيب. والعينة ضرورية يعني أذروايز أنت لو بتعالج حتى أنت لو عايز تعمل أي حاجة لو ما عندك عينة ما ما, ما لا تقبل يعني الشهادة بتاعتك حتى يعني أنا صح. مثلا دايرة أسجل في مثلا أنشر في مجلة. نعم. لو عندي كل الدوكيومنتس ما عندي عينه ما بينشروا لي ما بينشروا لك فيبقى انا كطبيب لازم اخذ عينه واستوثق من العينه دي وده يكون دليل بالنسبه لي. نعم. طيب ده بيجينا للخطوات بتاعت التشخيص يعني مثلا جاكم. طيب احنا قبل ما نجي للتشخيص الاعمار اللي بتيجي فيها الصدفيه عندكم في العياده يا اعمال هل هي اكثر في الرجال ولا في النساء؟ هل شفتوا حالات في اطفال الصدفيه مرض يعني بيجي في كل الاعمار وفي الجنسين رجال نساء وبيجي مبكر ممكن يكون في الطفولة فيه بكل صوره وبيجي في الشباب مختلف يعني ممكن يكون في الطفولة وفي الشباب لأنه مرتبط دائما ببعض الحالات الالتهابية زي خاصة نوع معين من البكتيريا يسببه. أيوة. التهاب الحلق أو اللوز بالذات وعنده صورة معينة في الأطفال. لكن ده ما بيمنع الصورة الأخرى من مرض الصدفية تظهر في الطفولة يعني في الطفولة. نعم. وهو متساوي في الجنسين. يعني بدرجات متفاوتة لكن احنا بنشوفه في النساء والرجال ايكوالي بنفس النسبة وبيجي في. نعم. كل الأعمار لكن عنده في حاجة بسموها تو بيكس يعني في فترتين في عمريتين بيكون فيهم ارتفاع يعني مثلا من سن 20 إلى 25 دي بيكون في
يعني نسبة كبيرة جدا من الارتفاع في نسبة الصدفية، وبين بعد 65 ل 65 برضو يكون في نسبة أخرى عالية من يعني يبقى عنده زي تو بيكس يعني أو يعني نسبتين بيرتفع فيهم بيرتفع فيهم. طيب نيجي للتشخيص، مراحل التشخيص بالضبط اللي بيحصل شنو لو جاكم زول بكل مثلا شبيه بالصور اللي احنا شفناها، وتاني احنا ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة هنعرض الصور تاني عشان نقرب للناس صورة المريض بتاع الصدفية بيكون عامل كيف، وما يلخبطوا لنا بينه وبين الامراض التانية. كيف بيتم خطوات التشخيص عندكم في العيادة؟ التشخيص طبعا اي زي اي مرض انت بتبدأ بتاريخ المرض، وعادة الصدفية مريض الصدفية في الغالب بيكون قبل ما يوصل الاخصائي بيكون اخذ دورة كبيرة جدا لاخصائيين اخرين. أنا أسف للمقاطعة بس عندنا تلفون آخر، عادل من الجزيرة. السلام عليكم يا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بك. الحمد لله يباركك. اتفضل بسؤالك. لو أيوة. يلا عندي حبوب كده في رهينة فوق الجبهة فوق هنا. نعم. يعني من فترة طويلة يعني في الحبوب الدهنية كده. حبوب دهنية؟ يعني في شكلها اكياس دهنيه كده حبوب صغيره كده، يعني مشيت وخطوهم كم مره كده قبل كم الدور وعملت عينه وجيت عينه بيها، يعني الحبوب دي ما فيها الم لكن ظاهره بس في فوق هنا في الجبهه، فوق الجبهه في الجبهه حبوب صغيره في الجبهه وما فيها الم وقاعده لها زمن قاعده يعني هو الدهنيه كده. ايوه. طيب انت عمرك كم سنه يا عادل؟ والله عمري كم 40 سنه كده تقريبا. كم 40 سنه، وهي مما ظهرت لها كم الحبوب دي؟ والله طورت شديد يعني طورت لها فتره، يعني مش عارف قلت كم مره جابت كم دكتور كده في النهايه عملت عيني وريت اكياس دهنيه، ما حد لها ملقي لاي علاج. قال لك ده اكياس دهنيه وما في لها علاج. طيب دكتور صف الدين النور ينورك، ولو عنده اسئله لك تفضل. طيب هو واضح انه يعني قد يكون يعني من الوصف والسوء سنه وظهرت لها سنين طويله وبدا يعالج فيها، هي غالبا يعني نوع من انواع طبعا الاكياس الدهنيه او البشره، طبعا اي حاجه طالعه من البشره خاصه في الوجه. نعم. طالعه من 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 جهه يعني ما طالعه زي مع الشعر فوق هنا مقدمه الراس هنا فوق في مقدمه الراس في الجبهه فوق هنا في فوق من الجبهه فوق من الجبهه في ايوه في الحد يعني عديل تمام يعني خلاص الراس فوق يعني في راسي من كم جنب كده يعني في ما مزعجه كده لكن بس جاي محبوب كده صغير صغير كده زعجاك بس تمام خليك معانا ان شاء الله يا عادل. شكرا لتلفونك وهتسمع كلام دكتور صف الدين وتعليقه على حالتك باذن الله. يعني هي كونها في اعلى الجبهه اقرب للراس ايوه، ودي طبعا المنطقه دي فيها غدد دهنيه كثيره جدا ايوه وفيها شعر فيعني وارد انه هي يعني بايلوس بيشس اللي هو حاجه لها علاقه بين الغدد الدهنيه والشعر صح، وبالتالي شيء زي ده في حاجات اشياء اخرى، لكن يعني هل هي غدد دهنيه بسيطه، هل هي اورام في الغدد الدهنيه، اورام في الغدد العرقيه، برضه في الغدد العرقيه كثير جدا المنطقه دي صح، بالتالي شكل الحبوب ويعني هو اللي بيوضح الحاله. ايوه نعم. احنا بنكرر يا عادل انه تشخيص الحالات الجلديه بالذات بيعتمد على شوف المريض، يعني كثير من الحالات متشابهة ومتداخلة زي ما قال دكتور صف الدين بيحتاج انه يشوفكم. لو قابلت دكتور جلدية تاني في الجزيرة ممكن، ولو جاي تقابل دكتور صف الدين النور ان شاء الله هنوصلك ليه، وبعد ما تصنف الشروق لك كرت بإذن الله يا عادل، وشكرا لاتصالك بإذن الله. طيب الأمراض الجلدية عالم كبير دكتور صف الدين، عالم كبير وواسع جدا، بيكون شويه مزعج حكايه الامراض المزمنه زي ما احنا بنتكلم عن مرض الصدفيه الليله، وانت كنت بتتكلم عن التشخيص بيمشي بخطوات بتشبه تشخيص اي حاجه ثانيه. نعم. بناخذ التاريخ المرضي في البدايه، تاريخ المرض. نعم. والكشف الطبي. الكشف الطبي طبعا مهم جدا، يعني المريض يتم الكشف عليه كامل ايوه يعني بصوره دقيقه وكل المناطق يتم الكشف عليها، وبعد كده الطبيب بيكون كون صورة عن المرض وتقييمه للحالة. في الحالة دي هل هو بيحتاج يعني احنا في الغالب هنا لأنه ظروف المرضى الاقتصادية يعني بنحاول نقلل التكاليف إذا كانت التشخيص ما ضروري إذا كان حاجة عارضة، لكن أنا بأكد تاني إذا كان حاجة مرض مزمن زي صدفية أو حاجة مريض يتكرر عليها لازم يكون في يعني تشخيص معملي إذا لازم، واخذ عين للجلد ويعني
يعني بصوره ضروريه جدا عشان تاكد تشخيص وتقطع الدوره بتاعت المريض مشى هنا وجاي هنا. صح، من هنا فيبقى التشخيص الكامل ما فيه المختبر والعينة الجلد. نعم. وبعد كده العلاج طبعا من اجل العلاج حسب الحاله. هنجي للعلاج ان شاء الله بعد اتصال احمد من كرري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا بك يا احمد، كيفك؟ التحيه لك دكتوره ايمان، والتحيه للاستاذ دكتور صافي الدين النور استشاري الامراض الجلديه والتناسليه والليزر. نعم. معكم محمد الحافظ سليمان، تامل الثوره، الحاره 76، مكتبه التامل الثقافيه. السؤال الاول، يعتبر العرق وظيفه طبيعيه تساهم في تخليص الجسم من الاملاح الزائده والسموم الضاره، الا ان تجاوز افراز حدا معين، هل يشير الى حاله مرضيه؟ يعني تعرق الوجه، تعرق راحه اليدين، تعرق الاصبعين، تعرق الرجلين. دكتور صافي الدين، صلت لنا الضوء وما هو العلاج؟ السؤال الثاني، الجلد هو الغطاء الخارجي الجميل للجسم والذي يمثل خط الدفاع الاول ضد الميكروبات الخارجيه، وهو عباره عن طبقتين اساسيتين تتفاوت سمكهما ولونهما من مكان لاخر في الجسم، فلماذا يتعرض الجلد للدمامير والفراجات بالنسبه لمنطقه الرقبتين؟ وهل استخدام الصنفة في الاطفال لفتره طويله يؤدي الى دخول الميكروبات الى داخل الجلد؟ السؤال الاخير، ظهور الكلف مرتبط بعوامل عده مثل التعرض لاشعه الشمس والاستعداد الوراثي، تعرض الجسم لتغيرات هرمونيه. هل تناول حبوب منع الحمل احد الاسباب للاصابه بالكلف؟ وما هو العلاج؟ شكرا. وقبيل ان اقدم قناه الشروق في سعيها الدائب نحو حجز مكان لها في قلوب المشاهدين وعبر التعبير المتميز، خلق طابع خاص وسيمة مميزة لقناة الشروق حتى بات اسم قناة الشروق بمثابة ماركة مسجلة للجودة. شكرا جزيلا احمد الحافظ سليمان، تأمل الثورة، الحارة 76، مكتبة التأمل الثقافي. شكرا، شكرا يا احمد، وشكرا انت صديق البرنامج، ودائما اسئلتك متنوعة وعديدة. وبعد الفاصل ان شاء الله دكتور صافي الدين النور يرد عليك في حكاية التعرق من اليدين، زيادة التعرق من اليدين والرجلين، وفي حكاية الكلف وارتباطه بأدوية معينة او كده، وحكاية الالتهابات الجلدية المختلفة للأطفال من البامبر صغيره. بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع بإجابات لأسئلتك دي من دكتور صافي الدين النور، وهنرجع لمرض الصدفية مرة تانية. خليكم معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حلقة جديدة من حلقات العيادة، ومرحب لكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة. موضوعنا مهم جدا الليلة، احنا هنتكلم عن الأمراض الجلدية، وفي الأمراض الجلدية خصصنا حلقة الليلة للتنوير ومعرفة المزيد عن مرض الصدفية. دكتور صافي الدين النور استشاري الأمراض الجلدية والليزر، ودكتور صافي الدين النور يعمل في مركز الاستشارات الجلدية شرق سينما كلوزيوم، وأيضا يعمل في مستشفى الهيثم ومستشفى عالية، مستشفى الهيثم شارع الحوادث، مستشفى عالية في أم درمان صراحة الطبي. مرحبا دكتور صافي الدين النور. وقبل الفاصل كان عندنا اتصال من أحمد من كرري، بيسأل أحمد عن أسئلة مهمة جدا، من زيادة التعرق في اليدين وفي الرجلين، هل هي حالة مرضية أو ممكن تكون حالة عادية، أو لو كانت مرضية ما هي أسبابها؟ وسأل سؤال تاني في الجلدية، سأل عن الكلف. الكلف ده عالم كبير، وما هنقدر نجاوب عن حاجات الكلف كلها الليلة، لكن ممكن تنورنا عن أسباب الكلف المختلفة، وأيضا عن التحسس والحساسيات اللي بتجي من البامبرز للأطفال سريعا، عشان نرجع لموضوعنا الأساسي وهو الصدفية. تفضل دكتور صافي الدين. زيادة التعرق طبعا هو مشكلة كبيرة جدا، وبيعرض كثير جدا من الناس للحرج، وناس قد يفقدوا وظيفتهم من زيادة التعرق، وقد يكون عامل يعني مزعج جدا في حياه الانسان. لكن وطبعا زمان كان يعني في حاجات كثير جدا كان بتتم بخصوص التعرق، كان حتى لدرجه انه لما العمليه الجراحيه لقطع العصب اللي هو السمبثاتيك اللي بيسبب في العرق. لكن الان مع تقدم العلاج في وسائل حديثه جدا للعلاج، وانا شخصيا تجربه مع
لوحقنا البوتوكس في مناطق التعرق ونتائجه مذهله جدا. ايوه في الابطين وفي اليدين وبدي نتائج سريعه ونتائج طويله. وقف هي التعرق اللي بتكون محرجه لكثير من مهم جدا يعني. نعم دي نتائج كويسه. في نتائج ممتازه لكن طبعا هو مكلف نوعا ما لكن بيحل مشاكل كثيره. مشاكل يعني كثيره. طيب نرجع لمشكله الكلف. الكلف طبعا هو مشكله يعني مرتبطه ب يعني هو الان في كثير جدا من التصبغات اللي عباره عن تصبغات بتظهر في الوجه بصورة عامة وخاصة عند النساء ومرتبط بالحمل وبعض التناول هرمونات التنشيط يعني النوعين من الهرمونات اللي هي المنشطة والهرمونات المثبطة للحمل أو الموانع الحمل بيسببوا في كلف كل الهرمونات. نعم يعني كل هرمونات. نعم. وفي أمراض أخرى برضو ممكن تجي بزيادة إفراز الغدات الغدة الكظرية. نعم. لكن الآن بقت المسألة معقدة أكثر باستعمال المبيضات واللي دي بتؤدي لأعراض جانبية بتؤدي بالتصبغات وبعض الناس بيتكلم عنها ككلف. هي ما كلف لكن هي أو كثير جدا الكلف يكون معقد بتصبغات جلدية نتيجة استعمال يعني أشياء موضعية خاطئة. نعم. طيب دكتور برضو دعينا نتكلم عن الالتهابات عند الأطفال بوجود البامبرز، هل هو السبب الأساسي في الالتهاب الملتحم الأساسي؟ طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. نعم. ويعني بنشوفها بكثرة مع يعني المشاغل الأمهات والعناية بالأطفال بقت أقل وتكلفة البامبرز زاد البامبرزات يعني مكلف شديد. مكلف طبعا لكن يعني هو حقيقة مشكلة كبيرة جدا. نحن بنشوف صور لا إنسانية لهذه المسألة. أنا أفتكرها هي دي مفروض الهيومن رايتس يعني هو الإنسان تأخذ فيها أكشن لأن الأطفال بيتعرضوا يعني أمهات في الغالب بيكونوا مشغولين واحدة شغالة وكذا وبالليل واحدة بس تربت طفلها ده بحاجة وتجده وخلاص الصباح تصحى تلقاه التهابات شديدة الدنيا كلها ملخبطة. نعم. فيعني مهم جدا الغيار بالبامبرز باستمرار وبعدين استعمال واقيات ونظافه يعني تستمر للاطفال. نعم. ممكن الاهمال او عدد الساعات اللي بيقعد فيها البامبرز مده طويله يكون السبب الاساسي. وفي ناس بيستعملوه اكثر من مره، في ناس بيغسلوه بيستخدموه ثاني. يا سلام. مشكله كبيره. مشكله يعني كبيره جدا. طيب نرجع لمرض الصدفيه واحنا تكلمنا عن تشخيص مرض الصدفيه ودايرين نتكلم عن ما هو العلاج، يعني هل هو في علاج للصدفيه فعلا؟ وانت تكلمت عن انه مرض مزمن وممكن الزول يقعد به سنين لو اهمله ممكن تحصل حاجات ثانيه، احنا هنجي اكيد للمضاعفات، لكن ما هو العلاج؟ يعني كثير من الناس هسه عندهم صدفيه وبتمنى انه يكون في علاج كده جذري حل يعني جذري لمشكله الصدفيه دي. دكتور تفضل. الحقيقه الصدفيه في بروتوكولات علاجيه بروتوكولات يعني متفق عليها، يعني اول حاجه اي مركز طبي مستشفى وزارة مثلا تبدأ من وزارة الصحة للمستشفيات والمراكز العلاجية في بروتوكولات علاجية. البروتوكولات اللي هي بتتبع يعني بتتبع مراحل العلاج يعني حسب شدة العلاج وحسب يعني درجة المرض وحسب السن وحسب حاجات كثيرة يعني، ولكن أهم حاجة يعني وفرة العلاج. الصدفية كمرض يعني نحن عندنا بروتوكولات محليه، يمكن معظم المستشفيات مستشفيات جلديه وسلاحات الطبيه عندنا بروتوكولات علاجيه، والان احنا في المجلس الاستشاري للامراض الجلديه برضه في بروتوكولات بتوضع، لكن في كثير من الاحيان البروتوكولات دي ما بتنفذ لانه في مشكله في 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 وفره الدواء، دي ممكن نجيها. لكن دائما المريض الصدفيه بيبدا يعني نبدا بالاشياء الموضعيه حسب في حاجه اسمها يعني مساحه مهمه جدا. والمرض اذا كان محدود او واسع الانتشار دي مهمه جدا جدا، واذا واسع الانتشار هل مصحوب بمضاعفات او غير مضاعفات، مثلا في مفاصل تهاب مفاصل في صديد في الاطراف في الجسم وهكذا حسب كل نوع من الامراض عنده. هو زي ما ذكرت الصدفيه يعني ممكن تكون ما مرض واحد، هي امراض عديده لانه صورها عديده جدا. نعم. اي مريض مختلف من الثاني. نعم. فيبقى العلاج بيتدرج حسب الحاله. يعني هسه انا عندي مريض مثلا هو مريض شاب عنده يعني مرض في يدينه يدينه فقط يدينه بس، وهذا الشخص على طول مربي يدينه مؤثر فيه جدا يعني ما يقدر يعمل اي حاجه ولا يقدر ياكل مع ناس. نحن المجتمع بياكل ناس بيشاركوا بالاكل وبيسلم والسلام يعني في ناس واحد مشي فاتحه يقول انا مش ماكل فاتحه يا سلام وهكذا. انا في مريض جاني قال لي يا اخي انا والله مشيت اشيل الفاتحه وشيل ما الفاتحه يا الهي. فيبقى
يعني مثلا هنا ده المرض محدود، لكن لما يعانيه المريض ده بيصنف تصنيف عالي. فالعلاج بيبدا موضعي، في حياة موضعية، في حياة بالفم، في حجن، في أشعة فوق البنفسجية. لكن العلاج متطور، يعني الآن الصدفية تعالج يعني كمرض السرطان. وأحدث علاج اللي هو موجود العلاج البيولوجي أو البيولوجيكس. البيولوجي حقيقة علاج تطور، وهو علاج مصحوب بمضاعفات كبيرة جدا. أول هو علاج مكلف، لكن ميزه إنه هو علاج متقدم في إنه مباشر. يعني أنا مثلاً كنت بدي حاجات يعني في اللي هي خافضة للمناعة، إذا ذكرنا أستاذ فيها مرض مناعي، لكن الحياة دي ما سبيسيفيك، يعني ما مباشرة، أيوة. يعني ما تصل المرض مباشرة، تدمر المناعة كلها. لكن الآن العلاج البيولوجي علاج يعني هو علاج سبيسيفيك، علاج محدد ويعني بيصل المرض مباشرة وفعال جدا، وفي تطور كبير جدا في هذا العلاج. هي حقيقة يعني كبلد بنواجه إشكالات اقتصادية وإشكالات اجتماعية كبيرة جدا، يعني وبعدين وفرة العلاج وإمكانية المرضى لإشراء العلاج، يعني في مصاعب كبيرة جدا بتواجه مرضى الصدفية لأنه بيصنف مرض جلدي. يعني الآن في دعم كبير جدا لمرضى السرطانات، وفي حاجات كثيرة جدا بعض الأمراض الأخرى بتوفرها مجان. في بعض العقارات بتوفرها منظمات عالمية، مثلا زي الليبروسي، مرض الجزام، والسل الرئوي، حتى الإيدز وغيره وغيره، بدي توفرها منظمات عالمية. لكن من الجانب مرض خطير زي الصدفية ما في تغطية له. وبالتالي أنا هنا بناشد، يعني يمكن المناشدة يمكن تجي متأخرة، لكن أول علاج يعني الآن معظم المرضى بيستحقوا إنه يأخذوا علاج بيولوجي. لأنه هو يعني أقل يمكن يعني فعاليته عالية. ونتائجه مذهلة جدا. والشيء الآخر من ناحية بتاعت مضاعفات أقل. أي. وممكن التحكم في المضاعفات دي، وممكن إحنا في طبعا في حاجات أخرى يعني موجودة، لكن أنا أفتكر إنه الآن دارين الدولة في حكاية المرضى بيجروا، يعني إحنا العلاج طويل شوية وقد يكون مكلف. الدولة لو ساعدت يكون في جهات جهات وسبونسر يعني تدعم المرضى. أيوة نعم، أنا أفتكر دي مهمة جدا جدا. على الأقل الحالات تكون فيها يعني توصيات من جهات طبية عديدة وكومسيون وكده، يكون فيها دعم. وفرة العلاج ذات مهمة جدا، يعني في بعض الناس ممكن يتشاركوا علاج وكذا، الآن علاج ما متوفر. نعم، بعض الشركات توفر الدواء وكذا، ولكن بصورة مكلفة وكذا، لكن برضو احنا بنشيد ببعض الجهات اللي هي الإمدادات الطبية بتوفر بعض الحاجات، بعض الشركات العالمية. طيب دكتور، عندنا اتصال مبارك من دنقلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لكم. والله بس ملاحظة مع الدكتور لو سمحت. أهلا مرحبا معك دكتور صف الدين، تفضل. والله أنا عندي بتقول اتولدت، يعني مو ما اتولدت، هي بشكل الصدفية اللي أنا شفت حتى بالتعميدة في التلفزيون. نعم. فالمسألة دي حتى هي في فاينل طبي، شخص على الجيكات في دنقلة، هنا في جامعة دنقلة كلية الطب في الفاينل. فما أعرف المسألة دي هل ممكن لها علاج ولا ما عرف الحاصل. طيب يا مبارك، كده اتولدت كده، يعني ما جات بعد سنتين بعد خمسة بعد عشرة، لا اتولدت بالطريقة دي، اتولدت بقشور في جسمها وكان حجمها صغير جدا. لما اتولدت قعدت في الحضانة في السعودية فترة بتاعة أكثر من شهر تقريبا داخل الحضانة. أيوة. طيب هسه هي عمرها كم يا مبارك؟ حتى هي في السنة النهائية. طيب ولسه المرض المزمن ده معاها؟ ما زال بعدين ما في جزء واحد في كل الجسم. هل اخذوا لها عين شخصوها بمرض محدد ولا لم يتم تشخيص احد؟ والله ما اعتقد، لانه حتى حاليا احنا في السودان، هنا في السعوديه تابعنا وبتاعوا، لكن ما اخذوا عين، لكن ما وصلوا لتشخيص نهائي. طيب دكتور صف الدين، عندي لك أسئلة، خليك معانا يا مبارك. يعني هو يمكن المرض في أمراض كثيرة جدا الطفل بيولد بتشوهات
وده غالبا في مجموعة حياة الاكسيوز اللي هو القشريات والسمكيات. أيوة السمكيات صح. فده مرض وفيه نوع فيه أنواع عديدة طبعا. فيه نوع يعني بيظهر مع الولادة طوال, لكن بيظهر في الأسابيع الأولى والشهور الأولى من الولادة. ولكن دائما مع السنة الأولى بكون المرض أخذ صورته. أيوة. بعد ذلك فيه نوع بيتحسن بالتدريج, يعني كل ما المريض كبر بيتحسن. نعم. وفي نوع بيظل على طول وبيسوء باستمرار. نعم. والمريض بيتعرض لمضاعفات كبيره جدا, يعني انا عندي بحث في الحته دي في المرض ده. نعم. وفيه يعني بيحتاج لعلاج برضه, دي من الحتات المهمه اللي هي من الامراض المزمنه اللي بتحتاج لعلاج مستديم. يعني بيحتاجوا للريتينويدز اللي هي مشتقات الريتينول. ايوه. فيتامين اي, ودي فعاله جدا في هذه الامراض. فانا ما عندي مانع يا اخ اشوف المريضه دي طالبه الطب ونفتي في حالتها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا مبارك. يا ريت لو الدكتوره طالبه تجينا في الشروق تاخذ كرت للدكتور صاف الدين النور عشان ينور عن حالتها. دكتور صاف الدين من خلال وصفك بيقول انها ممكن تكون واحده من الامراض بنسميها بالسمكيات او تشبه قشره السمك, بتتولد بها ممكن على حسب وصفك انها تولدت بها. فلمزيد من التشخيص يا ريت انها تجي تقابل دكتور صاف الدين النور. وشكرا على اتصالك وربنا يشفيها باذن الله يا مبارك. طيب يا دكتور, احنا هسه بنتكلم عن علاجات كثيره, في منها الموضعي وفي منها بلع, والبلع قد يكون مكلف شويه. احنا بنناشد الدوله في انها تدعم المريض بتاع الصدفيه, مريض الصدفيه, وانت من الاسامي العريقه في جلديه دكتور صاف الدين النور. عندهم احساس مختلف لما يتقفل الباب ويحكوا لك عن مأساتهم الاسريه او في الشغل او في العمل, وصمه من المجتمع ظالماهم لمرض غير معدي اطلاقا في تعاملهم معهم. قد يختلف الزوج مع زوجته, حد قد تؤدي للانفصال, قد غيره. ممكن تحكي لنا عن جانب الوصمه بالنسبه لمرض الصدفيه دكتور؟ وطبعا الوصمه يعني في كل الامراض الجلديه يعني شيء اساسي وشيء مهم جدا, بيمثل يعني عيب لا يقل عن المرض نفسه, أو هي جزء من المعاناة بتاعت المريض. نعم. لأن المريض بيواجه, نحن يعني مجتمع يعني فيه علاقات اجتماعية واسعة وتداخل أسري وتداخل في مناسبات عديدة وكده, بالتالي يعني قبول الشخص في المجتمع مهم جدا. حتى المجتمع في الغالب مجتمع ريفي أو حتى مجتمع المدينة عندهم نظرة خاطئة كبيرة جدا للأمراض الجلدية. وأنا بقول الأمراض الجلدية ما معدية. نعم. أكثر من 99% من المرض الجلدية معدية, قليل جدا المعدي, وده في مراحل يعني نهاية. وبالتالي لكن برضو يظل القبول شيء مهم جدا يعني. وحقيقة دي بتحتاج لتوعية اجتماعية, بتحتاج ل يعني المريضات ويكون عنده يعني نوع من في مرضى ما يعني هم بواجهوا المسألة دي بشجاعة, لكن غالبية المرضى كثيرين جدا يعني بيواجهوا إشكالات اجتماعية, إذا كانت على مستوى العمل, إذا كانت على مستوى الـ يعني المجتمع في الزواج وفي غيره وفي غيره. حتى في يعني في ناس يعني في كلام كتير قبل فترة في طالب بيتكلم عن إنه هو رفض في المعاينات يقبله في الجامعة لأنه هو يعني ده كان أعمى, وكان لكن إحنا بنواجه مشكلة كبيرة في المعاينات في بعض الأمراض الجلدية المزمنة. نعم. وبالتالي وفي بعض الامراض ممكن المريض يشفى تماما, يعني المريض يكون كلير يعني جسمه نظيف. نظيف. أيوة. ودي طبعا حاجه مهمه جدا. انا بتكلم عن امراض اللي هي العلاجات الحديثه دي. يعني كل العلاجات عندها نسبه بتاعت كليرنس, يعني نسبه بتاعت يعني في حاجه تدي 40% 50% 70%, لكن في حاجه تدي 100% كليرنس 100%. بالتالي المريض مريض الامراض الجلديه لا يقبل باقل من 100%. يعني لو عنده بقعه, انا امبارح المريض باخذ علاج يعني ظهرت له بقعد, قال لي المرض ظهر ثاني. والعلاج فالعلاج ذاته عنده محدوديه. نعم. استمرار العلاج دائما المناعه ما ينفع الا تعمل روتيشن, تدور المريض من علاج لعلاج. نعم. فمساله حقيقه معقده جدا, وقد تكون دايره اكثر من يعني انت كطبيب عايز عناصر مساعده, او بيكون يعني لازم يكون في تيم متكامل من الطبيب, من الفارماسيست اللي بيقدم العلاج, من السايكولوجيست اللي هو بيقدم الارشاد النفسي, من النيرس اللي ممكن يقدم العلاج, وهكذا. صح.
يعني الآن الصدفية ما عادت يعني مرض، وكله وكثير من الأمراض الجلدية يعني. نعم، ولا إحنا بنناشد كل الناس اللي عندهم مرضى بتاع الصدفية، وكل الناس اللي بيعرفوا ناس عندهم مرضى للصدفية. الصدفية غير معدية إطلاقا، أنت لو سلمت عليه ولو قعدت معاه ولو أكلت معاه عمرها صدفية ما بتعادي. الصدفية والإكزيما والبرص، يعني حاجات كثيرة يا دكتور. يعني مريض الجلدية يعني المزمن زي ما انت ذكرت، كثير من الأمراض المزمنة غير معدية، ولكن بيحصل لهم عزل اجتماعي غير مباشر يعني أو غير مقصود، بيأثر على نفسيتهم جدا. وإحنا كل مرة بنحاول نوعي في الحتة دي، يمكن نكون مقصرين شوية مع الأمراض الجلدية، لكن يعني يا ريت لو عملوا في حاجة مهمة في الصدفية اللي هي السكيلينج، التقشير. يعني مريض الصدفية إذا ما بياخد علاج طيب قاعد في حتة بيملاها قشور. دكتور معلش، بس عندنا زول ذاته هو مريض بالصدفية اسمه الفاضل من مروي، احكي لنا قصته ونرجع لك يا دكتور إن شاء الله. أهلا، السلام عليكم. أهلا، مرحبا بك. ألو. أيوة يا الفاضل، أنت معانا على الهواء مباشرة ومعاك دكتور صافي الدين. ألو. نحن سامعينك يا الفاضل، اتفضل. مرحبا بك، مرحبا بك. ألو. يا ريت لو الفاضل قفل التلفزيون وتابعنا من التلفون. يا الفاضل انت معانا على الخط؟ الفاضل انت معانا؟ انا الدكتور من الصدفية، اللي سألت في الصدفية. اها طيب، الصدفية مؤذية؟ نعم. هل الصدفية ممكن تكون في مواسم عادية، يعني مثلا تصحب في شيء في الصيف وما تصحبش في الشتاء؟ طيب طيب نعم يا الفاضل، كويس جدا، سؤالين مهمين لدكتور صافي الدين النور. هل الصدفية معدية؟ واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده دكتور صافي الدين، يرجع لك تاني ويكلمك. وهل هي موسمية، في مواسم محددة بتنتشر اكتر؟ دكتور صافي الدين تفضل. هي الصدفية طبعا مرض غير معدي زي ما ذكرنا، وبنأكد على الكلام ده انه هي مرض غير معدي ومرض حميد وما فيه اي عدوى، لكن طبعا في عامل وراثة، وبالتالي يمكن الزواج الاقارب بيسبب اشكالات في الناحية دي، لكن ما في عدوى. بالنسبة للموسم، فعلا الصدفية مرض قد تكون موسمية، هي قد تبدأ موسمية، ونحن بالنسبة لنا مع انه الشتاء ما شديد وفترته قصيرة، لكن في الشتاء يعني مجرد بداية يوم 1/11 مرض الصدفية بده يظهروا. يعني من 1/11 يبدأ ظهور الصدفية، يبدأ ظهور مرض الصدفية حتى لو ما في برد. أيوة، المرض بيبدأ يظهر. نعم. ومع اشتداد البرد بتكون شديدة جدا. والناس يعني إذا كان عندنا مواطنين مثلا في من أفارقة أو من السودان بالذات، مشوا حتى مصر دي، خليك من أوروبا، في الشتاء بيعانوا معاناة شديدة جدا. أنا بعرف مرضى كثيرين جدا مبعوثين اضطروا يقطعوا بعثاتهم ويرجعوا السودان، لأنه ما قدروا يستمروا من مشاكل الصدفية اللي واجهتهم. فعلا هي مرض موسم، في الشتاء بتكون أشد، ومع الجو البارد بتكون أشد. في البلاد الباردة الصدفية، في مصر القريبة دي يعني الصدفية مشاكلها كبيرة جدا، كتير. مرض قاتل يعني في كثير من الأحيان. نعم، وبيجي بصور يعني رهيبة جدا، مضاعفات شديدة ومرض شديد يعني. نعم. طيب دكتور صافي الدين، نحن في 3 دقائق الأخيرة من البرنامج دارين مضاعفات الصدفية اللي وزول ما يدعي لها، ومستقبل علاج الصدفية في السودان. نعم. والله أول حاجة أنا بأكد عليه أنه الصدفية طبعا يعني مرض بتستحق يعني انه الناس ينظروا لها كدوها اهتمام. نعم. لانه مرض مزمن، ولانه يعني عليها عبء كبير جدا على المرضى وعلى الاسر وعلى المجتمع، ويعني برضو على الخدمات الصحيه. يعني انا كطبيب لما يترددوا علي مرضى كثيرين جدا وما اقدر اقدم لهم الخدمه اللي بيستحقوها، ومع يعني انا عارف انه عالميا بضطر اسفر المريض برا. عندنا مرضى كثيرين جدا مش برا عشان يتلقوا علاج كان ممكن يتوفر هنا. فوفره العلاج مهمه جدا، نتمنى انه مع التغيير اللي حصل ده الناس ان شاء الله يكون في فرص احسن لوفره العلاج ان شاء الله. ونحن بنصرف يعني ممكن الناس كلها بتعرف ملايين الدولارات في العلاج بالخارج يعني. فوفره العلاج ووفره يعني رفع مستوى الكادر الطبي من تأهيل والخدمات الطبية مستشفيات وغيره تأهيلها، ده مهم جدا في انه بيقلل لنا يعني الصرف على العلاج بالخارج، وبيخلي لانه مرضى كثير مرضى بيقدروا يسافروا،
يخلي المرضى يعيشوا بحياة كويسة، ونحن كأطباء نقدر نقدم خدمة نرضى عنها. نعم، هذا شيء مهم جدا. ده شيء مهم جدا. والله أنا بناشد كل الناس اللي عندهم مرضى للصدفية مرة تانية يا أخوانا، إنه مرض الصدفية زي ما قال الدكتور صافي الدين النور هو مرض غير معدي إطلاقا. دي نقطة مهمة جدا في التعامل معهم، وكثير منهم بيكونوا طلاب في الجامعات المختلفة، حتى طريقة السلام يعني بتكون مشكلة. طبعا احنا دارين ننوه ونقطة مهمة برضو عشان لا دكتور صافي الدين النور، التطعيم ضد الحمى النسفية، وانتو رأيكم شنو في النقطة دي يا دكتور؟ وصايا مهمة للمشاهدين. يعني نعم. الحقيقة الان في تطعيم جاري وفي وبائيات كثيرة زي ما حاصل في بعض انحاء السودان، بالذات في كسلة في بور السودان وفي الخرطوم حتى يعني، وفي اغاليم اخرى من السودان. وبدت طبعا في متغيرات كبيرة جدا، منها بعض الشيكونغونيا، وده برضه مرض عنده أعراض جلدية، الحمى الصفراء عنده أعراض جلدية. أعراض جلدية صح، أيوه نعم. الآن في تطعيم جاري ضد الحمى الصفراء. في كثير من الناس هن الطعم ما الطعم البيو في المدارس وكذا، التطعيم يعني. التطعيم هو مهم جدا، والتطعيم يعني في ناس بيقول لك حساسيات أنا مع الطعم، لا، إلا في يعني الشيء المعروف إنه حساسية للبيض فقط. للبيض يمكن، لانه انا ما اعرف اقدر اقول هل المصلي مستخرج، لكن مهم عاد المرضى الذين مؤكد انه حساسيات للبيض ما ياخذوا التدعيم. ما ياخذوا التدعيم غير كده كلهم يطعموا. نعم، ريكومنديشن مهم جدا، لانه نعم. يعني في اعراض وفي بوادر بتاعت امراض زي دي النزفيه، ايوه، منها الدنجو فيفر اللي هي الدنك، و يلا فيفر برضه مهمه. ام الصفراء. الشكر كل الشكر يا دكتور صافي الدين النور، استاذ العظيم استشاري الامراض الجلديه والليزر مركز الاستشارات الجلديه شرق سيناء مكنوزيوم، وهو ايضا يعمل في مستشفى ابن الهيثم ومستشفى عليا. شكرا لكل التابعون، وشكرا لكل اللي قدموا استفسارات للدكتور صافي الدين النور، وان شاء الله الدارين يتواصلوا مع الدكتور صافي الدين النور لمزيد من التشخيص، احنا هنوصلهم للدكتور باذن الله. وشكرا. وصايا اخيره، الصدفيه ليست معديه اطلاقا ولا هي مرض سرطاني، الرجاء انه يتعاملوا مع الصدفيه، وباذن الله الدوره تدعم مرضى الصدفيه في العلاج باذن الله. شكرا لكل التابعون، نتلاقى الاسبوع الجاي في امان الله.